هادي مشى واحد، كنت مشيت على طنجه في الطياره المطار، وحق دابا الحمد لله كنشكر كل شيء. حقد الله زعما حقد الله فتحوا لنا هذا الباب الحمد لله، فرحاني. ما كناش كننعسوا نهار اللي سمعنا عاد صحنا 17، والله ما كنا كننعسوا بالفرحه الحمد لله. والحمد لله اجواء جميله وفرحه كبيره على المغاربه وعلى الاسبان الحمد لله، ودرجة على المياه المجاريه، وهذه فرحه لنا وللجميع ان شاء الله. الحمد لله، لكن صراحه شيء فرحنا بزاف. وش نقول لك، السبت بين المغرب، المغرب هو كل شيء. القرار هذا الحمد لله اللي سهلوا علينا وقدرنا نخرجوا من هنايا. كنا كنتعذبوا على الديوانات على طنجة، كنا كنمشيو طنجة وكانت كتجينا بعيدة في الباطو ولا في الطيارة، ولكن هذا على رجلنا الحمد لله ما كنتعذبوش. دغيا خرجنا وبقينا كنستناو حتى 12 ودابا الحمد لله مزيان. تفاجأنا ما كناش كنتيقوا، دائما كيقولوا غيفتحوا كنستناو اليوم يفتحوا غدا يفتحوا، ولكن ملي حلوا لنا الحمد لله دابا بحال ما متيقينش. وهذا ما نقولك كنا فتحونا هذا النهار ملي قالوها لنا في الخبر، وحنا فرحانين كنستناو بالسوايع والدقايق يحلوا لنا الباب الديوان دابا الحمد لله وفرحانين. والله يبارك عمر سيدي، والله يطول له في العمر. ايوا الله يبارك فيكم انتوما حتى انتوما ويطولكم في العمار. لا والو، قطعين ياسنا زعما كنا قطعين ياسنا والعائله كلشي كتبكي. اي والله شهرات كنا قطعين ياسنا، كنا نهارك نفرحوا وديك الفرحه دابا الحمد لله فرحانين. كنتمشي دعا وديك الفرحه كيما كاينش فتحوها شي والله الا، وكنقولنا صافي ما بقيتش نعملوا بالنا مع الديوانه حتى يفتحوها لنا مفاجاه، وهي فتحوها الحمد لله علينا في الدنيا واخره. اش عاد يقول لكم، الله يرحم والدين، زعما هذا افتتاح هذه الديوانه زعما مزيان الحمد لله شويه. دابا بعد مسانسين حنا اللي داخلين خارجين، اش عاد نقول لكم الحمد لله وصافي بارك الله فيكم. ها كيف جاتكم القرار؟ بزاف الحمد لله، فرحنا بزاف، فرحه بزاف، فرحه بزاف. والله الله يرحم والدين وصافي. ما خرجتش من جدات مش جدات، حنا ما تحركنا، حنا تما مش حشين التواصل وانتم خارجين. يعني اللي مثلا زعما داخل خارج جاتو قصحه، جاتو قصحه بزاف. كان صافي غا تما جالسين كندولوا تما في مطعم وصافي. اش غادي نقول؟ كلشي مجدود، قليل اللي كان كيفتح واحد جوج هيدا مره كي. كيفاش كيعيشوا المغاربه في الاجواء من بعد ما سمعوا هذا الخبر؟ عايشين بحال اللي عايشين كاملين، كلشي الحمد لله. كان كلشي خدام، كلشي ياكل، كلشي يشرب، والحمد لله صافي. حق زعما الديوانه كانت مجدوده، زعما كانت جات قصحه شويش. كنا زعما اللي مستانس داخل خارج جاتو قصحه شويه. اخوان عامين وشهرين واكثر انه انا توحشت المغرب، ويا اخوان بنحيي المغرب كامل، والله يحييكم. السلام عليكم. مزيان ديوانا مزيانه الحمد لله. كيفاش جاتك اليوم خرجتو؟ مزيان ديوانا يعني تبدلت، ولكن الاحسن يعني كل شيء الاحسن الحمد لله. مستوى الحمد لله، والله يكمل عندنا بالخير، والله يجعلها ديما تبقى ان شاء الله مفتوحه علينا وعلى جميع الاحباب ان شاء الله يا ربي. هذا ما نتمنوا الخير للجميع، الله يسلمكم. شكرا. الاحساس ديالنا كبير صراحه، فرحانين بزاف عامين ما خرجنا، و واش نقول لكم صراحه فرحانين بزاف. واش نقول لكم، احنا عايشين مع المغرب والمغرب عايش معنا صراحه. كنا مزيانين بحق ملي شدوا علينا بحال اللي حيدوا لنا النص من القلب ديالنا. مزيانه الديوانه، مزيانه كلشي مزيان صراحه، كلشي متقون. السلطات ما زعما ما قالوا لنا حتى شي حاجه، ما مزيان كلشي مزيان صراحه. خرجنا مزيان الاخر، راه الواحد احساس كبير. وخرج نطلوا للعائله عاود، راه هادي عامين ونص ما شفناهم. شي بحق انا سيمانه هيدا باش رجعت من المغرب، فهمت؟ كنت انا في المغرب ورجعنا نهار السبت، ودابا اليوم الاثنين بالليل عاود خرجنا عاود نطلعوا للعائله. معنا ما نعملوا، راه المغرب هي المغرب، فهمت؟ حنا عندنا المغاربه بغيتي على كراتي، المغرب شي حاجه مهمه عندنا، العائله ونتجمعوا عاود نفرحوا، العيوده مناسبات اي حاجه كتبقى راه هي المغرب. صافي. فرحه كبيره صراحه، حتىش العائله جبرتيهم مليهم كيستناونا، واخا شفناهم بحق. كاين بنادم كيوصل له السالار ديالو باش يخرج في الطياره في باركو، كاين ما عندوش، فهمت؟ بزاف ديال الناس كنعرف راه عامين ونص وما تما كسبت مجدودين، ما عندك ما تما. ايوا سوبر بيان حق الله، فرحانين وكل شيء مزيان وكل شيء وهذاك و اييه ضروري واش عليهم خارجين، ما نكذبش عليك. شحال كنستناو هاد البورتونيتي هادي وحنا ماشيين فيها. الحلاوه والفرحه والنشاط، واش نقول لك،
صويدون ادرينالين بزاف. مرحبا بك. شكرا الله يبارك. لا انا كنت كنمشي في الطياره صراحه، ولكن ماشي بحال تخرج مع الباب الديوانه، لان شحال بيناتنا 5 كيلومتر ما كملاش. فرحاني صراحه الله. سبق لي خرجت من الطياره، ولكن ماشي بحال عندك المغرب حداك وما تدخل لا شيء. لا مزيانه كلشي بخير. كيطلبوا لك باكسان تكون عندك ما فايتاش شهرين 6 شهور الثانيه ولا الثالثه ولا بثير. ما كناش كنتيقوا بان غيحلوا لينا، حتى خرجنا وشفنا بعينينا بان بصح تفتح الديوانه. الحمد لله والشكر لله، وعاش الملك اللي فتحنا الديوانه خاي، خلانا نشوفوا الوالدين ديالنا. اي والله الله ينصرو، الله يبعد عليه المصائب الدنيا والدين، والله يبعد عليه الموت. هذه هي الاولانيه وصافي خاي. شي اللي كاين عندي عامين وشهرين وثلاث ايام محسوبه، النهار اللي شدوها ما شفت المغرب اخي. ما كاينه يعيدني والو، ما كايناش العيد اخي. اش باش نقول لك، فحالتي في الحبس، ما باب مجدوده هنا وباب مجدوده هنا والو. حق الله بحال انتي في الحبس، انتي في الدار ديالك يعني مجدوده، ما انتي عامله رمضان، ما انتي عامله عيد، ما انتي عامله والو. ماشي بحال في المغرب، المغرب مع العائله مع بزاف د الحاجات، ما بسبتها والو. الله ينصر سيدنا خاي ديالي. القرار جا في وقته صراحه، الناس كلشي كانت كتستنى هذا الشيء، هذا مومينتو، هذا الناس كلشي صراحه. لا انا ماشي بزاف باش خرجت، يلا دخلت هذه واحد السيمانه كنا كنخرجوا على الخزيرات، عرفت خزيرات خرمي. دابا الحمد لله ملي فتحوا الديوانه بلادي كاستو بزاف المصاريف وبزاف من هنا من الديوانه. الحمد لله مزيان الصراحه. اجراءات ما اللي عنده بي سي باكونه وهذه ما كيطلبوش زعما شي حاجه، هادشي ما كان. ولا الله يرحم والديك.